في التضامن مع عائلة الأسرى، لا سيما الأسرى المضروبين عن الطعام، وبهدف تسليط الضوء على واقعهم. جاءت هذه الزيارة التي نظمتها وزارة الإعلام لعائلة الأسير أحمد فريد في مخيم كالانديا. المفروض انه يوم الحب العالمي كل العالم عم يحتفل بطريقته بالحب، كل الناس متجمعين وعم يشعروا بمشاعر ايجابيه، لكن احنا كفلسطينيين في ظل خصوصيتنا الفلسطينيه وخصوصيه الاسرى الفلسطينيين المفترقين عن اسرهم بفعل الاحتلال وفعل قرارات الاحتلال الجائره، مفترقين عن زوجاتهم وعن امهاتهم، يشعرون بالحزن، يشعرون بالشوق، لا احد يسال بهم في هذا اليوم. وفي ظل هذه الخصوصيه، في خصوصيه هذا اليوم الذي يعتبر يوما للحب العالمي، نجد ان الفلسطيني يشعر بالحب لكنه لا يستطيع ان يعبر عنه او يمارسه. بمناسبة اعتقال الأسير أحمد شحادة، ورد إلى إدارة مجمع فلسطين الطبي استدعاء من وزارة الإعلام مشكورة طبعا، أنه في والدة الأسير بتمر في حالة صحية سيئة، فإحنا الإدارة مشكورة انتدبت طاقم طبي للإطمئنان وتقييم حالة الست. والدة الأسير التي لم ترى ابنها منذ أكثر من عامين طالبت بإثارة قضية الأسرى القدامى الذين ما زالوا في سجون الاحتلال والتضامن مع ذويهم. الحمد لله أنا منيحة وأنا منيح وبدي أحمد يطلع لي بالسلامة، أخير سلامة إن شاء الله يطلع بحياتي. ويشار إلى أن عميد أسرى القدس الأسير أحمد فريد شحادة يدخل اليوم عامه 28 خلف القضبان، وهو محكوم بالسجن المؤبد. مكتوب عجبينك بطل يا ساكن الزنازين، مهما جرى ومهما حصل كله في ضف فلسطين. من منزل الأسير أحمد فريد شحادة في مخيم كالانديا شمال القدس، سماح أبو عقار لتلفزيون وطن.